بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس. موضوع درسنا لهذا اليوم هو الدوال في جزءه الأول للصف الثالث متوسط. أعزائي الطلاب والطالبات، ماذا تتوقعون أن نتعلم في درس هذا اليوم؟ سنتعلم اليوم الدالة، وسنتعلم هل العلاقة تمثل دالة أم لا. يطلق على المسافة التي تقطعها سيارة للتوقف التام عند استعمال المكابح مسافة التوقف، وكلما كانت السيارة أسرع كانت مسافة التوقف أطول، وتمثل مسافة التوقف دالة لسرعة السيارة. نلاحظ لدينا تمثيل بياني. النقاط 0، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 تمثل السرعة بالميل. والنقاط 0 و50 و100 و150 200 250 300 350 تمثل مسافة التوقف بالقدم. لدينا على التمثيل البياني مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، على ماذا يدل الزوج المرتب 30.75 في التمثيل البياني؟ نلاحظ 30 نقطة 30.75 على ماذا تدل؟ الثلاثين تمثل السرعة، والخمسة وسبعين تمثل مسافة التوقف بالقدم، وهذا يعني أنه تحتاج السيارة تسير بسرعة 30 ميل لكل ساعة إلى 75 قدما لكي تتوقف. السؤال الثاني، كم قدما تحتاج سيارة تسير بسرعة 60 ميلا لكل ساعة لكي تتوقف؟ لو لاحظنا النقطة التي عند 60 موجودة قريبا من 250 ستكون 240، إذن تحتاج إلى 240 قدما. السؤال الثالث والأخير، على ماذا تعتمد مسافة التوقف؟ مسافة التوقف تعتمد على السرعة، سرعة السيارة، إذن تعتمد على سرعة السيارة. مفهوم أساسي، الدالة. الدالة هي علاقة تربط كل عنصر في مجالها عنصر واحد فقط من المدى، بمعنى عناصر المجال كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر في المدى، حيث سالب ثلاثة يرتبط بعنصر واحد في المدى، والصفر يرتبط بعنصر واحد في المدى، والاثنان يرتبط بعنصر واحد في المدى، والأربعة يرتبط بعنصر واحد في المدى. فتركيزنا على المجال، بحيث كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر في المدى، وكذلك في التمثيل البياني. سنتعرف على ذلك في الأمثلة التالية. المثال الأول، هل تمثل العلاقة فيما يأتي دالة أم لا؟ وفسر ذلك. نلاحظ عناصر المجال، الأربعة خرج منه سهم واحد فقط، والثلاثة خرج منه سهم واحد فقط، وسالب أربعة خرج منه سهم واحد فقط، والصفر خرج منه سهم واحد فقط. إذن كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد في المدى. في هذه الحالة نقول أن العلاقة تمثل دالة. تقويم، هل تمثل العلاقة فيما يأتي دالة أم لا؟ فسر ذلك. نلاحظ عناصر المجال، عناصر المجال هي سالب 4، سالب 2، 0، 2، 4. لو لاحظنا سالب 4 ارتبط مع سالب 1 في المجال، إذن ارتبط بعنصر 1. سالب 2 ارتبط بالأربعة، إذن سالب 2 ارتبط بعنصر 1 فقط. الصفر ارتبط بسالب 1، إذن ارتبط بعنصر 1 فقط. الاثنان ارتبط بالواحد، إذن ارتبط بعنصر 1 فقط. الأربعة ارتبطت بالأربعة، إذن ارتبطت بعنصر 1 في المدى. إذن كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر 1 في المدى. في هذه الحالة نقول أن العلاقة تمثل دالة.
مثال: هل تمثل العلاقة فيما يأتي دالة أم لا؟ فسر ذلك. نلاحظ عناصر المجال الثلاثة ارتبطت بعنصر سالب واحد في المدى، وارتبطت بالعنصر أربعة في المدى. الاثنان ارتبط بالعنصر ثلاثة في المدى، سالب اثنان ارتبطت بالأربعة في المدى. إذا ماذا تلاحظ الآن؟ نلاحظ أنه العنصر ثلاثة في المجال ارتبط بعنصرين في المدى، حيث أن الثلاثة ارتبطت بسالب واحد والثلاثة ارتبطت بالأربعة، إذا الثلاثة ارتبطت بعنصرين. في هذه الحالة نقول أن العلاقة لا تمثل دالة. تقويم: هل تمثل العلاقة فيما يأتي دالة أم لا؟ فسر ذلك. في المجال واحد الخمسة ارتبطت بسالب أربعة في المدى، والاثنان في المجال ارتبط بالصفر في المدى، والواحد في المجال ارتبط بالواحد في المدى، سالب اثنان، لاحظ أنه لم يرتبط بأي عنصر، إذن سالب اثنان في المجال لا يرتبط بأي عنصر في المدى. في هذه الحالة، بما أن لدينا عنصر في المجال لم يرتبط بأي عنصر في المدى، فإن العلاقة لا تمثل دالة. مثال: هل تمثل العلاقة فيما يأتي دالة أم لا؟ فسر ذلك. لو لاحظنا في الجدول لدينا عناصر المجال، الواحد ارتبط في الأربعة في المدى، والثلاثة ارتبطت بالاثنان في المدى، والخمسة ارتبطت بالأربعة في المدى، والاثنان ارتبط بسالب أربعة في المدى. من ذلك نلاحظ كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد فقط في المدى. في هذه الحالة نقول أن العلاقة تمثل دالة. تقويم: هل تمثل العلاقة فيما يأتي دالة أم لا؟ فسر ذلك. لدينا جدول موجود المجال والمدى، نلاحظ اثنان في المجال يرتبط بستة في المدى، والخمسة في المجال يرتبط بسبعة في المدى، والستة في المجال يرتبط بتسعة في المدى، والستة في المجال يرتبط بعشرة في المدى. إذا ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن الستة في المجال ارتبط بعنصرين في المدى، ارتبط بالتسعة وارتبط بالعشرة. في هذه الحالة لدينا عنصر يرتبط بعنصرين في المدى، إذا العلاقة لا تمثل دالة. مثال: هل تمثل العلاقة 2.1 3.-2 3.1 1.-2 دالة أم لا؟ فسر ذلك. لو لاحظنا العلاقة، الاثنان يرتبط بالواحد في المدى، والثلاثة يرتبط بسالب اثنان في المدى، والثلاثة يرتبط بالواحد، والواحد يرتبط بسالب اثنان. إذا لدينا ثلاثة في المجال ارتبط بعنصرين في المدى هما سالب اثنان، وارتبط كذلك بالواحد. في هذه الحالة نقول أن العلاقة لا تمثل دالة. تقويم: هل تمثل العلاقة 2.2 -1.5 5.2 1.-4 دالة أم لا؟ فسر ذلك. نلاحظ اثنان يرتبط بالاثنان، وسالب واحد يرتبط بالخمسة، والخمسة ترتبط بالاثنان، والواحد يرتبط بسالب أربعة، بمعنى كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد في المدى فقط. في هذه الحالة نقول أن العلاقة تمثل دالة. لدينا الآن تمثيلين بيانيين. لو أخذنا التمثيل البياني الأول، تمثيل بياني للدالة، هل بإمكاننا رسم مستقيم يمر بهذه النقاط؟ أو منحنى يمر بالنقاط دون توقف؟ إذا لا يمكن. في هذه الحالة تسمى الدالة التي تمثل بيانية بنقاط غير متصلة دالة منفصلة. التمثيل البياني الآخر، هل بالإمكان رسم خط مستقيم يمر بهذه النقاط أو منحنى من دون توقف؟
بإمكاننا رسم خط مستقيم يمر بهذه النقاط. من ذلك تسمى الدالة التي تمثل بخط أو منحنى دون انقطاع دالة متصلة. إذا نستنتج، إذا كانت النقاط لا يمكن أن تمثل بخط مستقيم أو منحنى دون انقطاع، فإن الدالة تكون دالة منفصلة. إذا كان بإمكاننا رسم خط مستقيم يمر بهذه النقاط أو منحنى من دون توقف، في هذه الحالة تكون دالة متصلة. يمكنك استعمال اختبار الخط الرأسي للتحقق مما إذا كان التمثيل البياني يمثل دالة أم لا. فإذا قطع الخط الرأسي التمثيل البياني في أكثر من نقطة فإنه لا يمثل دالة، وإلا فالعلاقة دالة. لدينا ثلاث تمثيلات بيانية. لو أخذنا التمثيل البياني الأول، نرسم خط مستقيم. نلاحظ أن خط مستقيم يعني قطع التمثيل في نقطة واحدة. لو رسمنا خط رأسي آخر، نلاحظ أنه يقطع التمثيل في نقطة واحدة، حيث في النقطة الأولى الدائرة مفتوحة، إذن ليس من ضمن التمثيل، إذن يقطع التمثيل في نقطة واحدة. نرسم خط رأسي ثالث، نلاحظ أنه يقطع التمثيل في نقطة واحدة. إذن لاحظ أن الخط الرأسي يقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة، في هذه الحالة فإنه يمثل دالة. لدينا التمثيل البياني الآخر، نرسم خط رأسي يقطع التمثيل. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أنه يقطع التمثيل البياني في نقطتين. إذن لاحظ الخط الرأسي يقطع التمثيل البياني في نقطتين. مما سبق، إذا قطع الخط الرأسي التمثيل البياني في أكثر من نقطة فإنه لا يمثل دالة، إذن في هذه الحالة لا يمثل دالة. التمثيل البياني الأخير، لو أردنا أن نرسم خط رأسي يقطع التمثيل البياني، نلاحظ هل يقطعها في نقطة أو نقطتين أو أكثر. لدينا التمثيل على شكل منحنى، لذلك سيكون لدينا مجموعة من الخطوط الرأسية. الخط الأول، نلاحظ أنه يقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة. التمثيل البياني الخط الرأسي الآخر، نلاحظ كذلك أنه يقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة. الخط الرأسي الأخير، نلاحظ كذلك أنه يقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة. إذن لاحظ أن الخط الرأسي يقطع التمثيل البياني في نقطة واحدة. مما سبق، إذا قطع الخط الرأسي التمثيل البياني في أكثر من نقطة لا يمثل دالة، وإلا في العلاقة دالة. إذا كان لا يقطعه إلا في نقطة واحدة، في هذه الحالة تسمى العلاقة دالة، إذن يمثل دالة. تعلمنا اليوم الدالة، وتعرفنا هل العلاقة تمثل دالة أم لا تمثل. في الختام، أعزائي الطلاب والطالبات، أتمنى أن نكون قدمنا درسا مفيدا لكم وأثرينا العملية التعليمية لديكم. ولا نقول وداعا، ولكن نقول إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.